2014 ما عمري سمعت منه شي كلمه زعما ولا شفته مقلق، بالعكس انسان مسالم، انسان مربي مخلق، وما نكذبش عليكم انسان اللي كان عزيز بزاف. وبقى عندي واحد الكلام كان قالوا لي عليه طوشاك باقي بين عينيا، وتنتمنى الله سبحانه وتعالى يصبر العائله ديالو ويصبر الاخوان ديالو ويصبر العائله الوداديه. نطلب الله سبحانه وتعالى يسكنوا فسيح جناته. مهدي واحد الوليد اللي كنا بغض النظر على انه لاعب في الوداد البيضاء وانه ترعرع وكبر في نادي الوداد الرياضي. مهدي من نهار عرفته كاسخ الوليد الفم كما تنقولوا حنا، الفم بلا عار، مؤدب قوي. مهدي عندي مع ذكريات خاصه، وكنت كنجلس حداه وتنهضروا مزيان وكنتكلم معاه، والدري قلت لك كما كنقولوا نقيف دماغه. قضاء الله وقضاء.